ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صديقاتي في قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة بإذن الله. في هذا الفيديو سأقدم وصفة سحرية بامتياز للتخلص من سواد الإبطين وتفتيح لونهما. من الاستعمال الأول، وصفة فعالة جدا نتائجها سريعة. إذا مشكل اسمرار الجلد في منطقة تحت الإبطين هو ليس مرض، هو يكون بسبب الحلاقة بالشفرة وكريمات إزالة الشعر الكيماوية. التعرق أيضا يسبب السواد، ولا تكون تهوية تحت الإبطين تسبب تراكم الخلايا الميتة أي قلة النظافة. صديقاتي، تلك المنطقة حساسة ويلزمها نظافة يومية وعناية أكثر. لا تقلقنا من هذا المشكل، يمكن التخلص منه بالحفاظ على النظافة اليومية وباستعمال هذه الوصفة التي سوف أتشاركها معكم، فهي مجربة وسحرية. إذا ما تحتاجونه لصنع هذه الوصفة هي السكر الأبيض، وهو يوجد طبعا في كل بيت. يمكنكم استعمال السكر الأسمر أيضا، فهو فعال في هذه الوصفة. نحتاج إلى القليل فقط من الكركم أو الخرقوم. من الأفضل أن تشتروا الأعواد، فهي تباع عند العشاب أو عند العطار، وتقوموا بطحنها لتحصلوا على كركم طري وطازج وخام. نحتاج أيضا إلى عصير الليمون الحامض، وإذا كانت لديكم حساسية من عصير الليمون الحامض يمكنكم تعويضه بماء الورد. إذن هذه هي المكونات التي سوف نحتاج لتفتيح منطقة تحت الإبطين والسواد الذي يكون في تلك المنطقة. طبعا هذه المكونات كلها فعالة. الكركم من أفضل ما يمكن للتفتيح، فلأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة تقضي على السواد بسرعة. الحامض أيضا أو الليمون الحامض فعال في التفتيح، أنصحكم باستعماله. وكما قلت، إذا كانت لديكم حساسية فيمكنكم تعويضه بماء الورد. إذا طريقة التحضير، نأخذ ملعقة من السكر الأبيض أو السكر البني، سوف نضيف إليها ربع ملعقة صغيرة من الكركم. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون، بهذا الشكل، ونخلط كل المكونات فيما بينها. حتى تحصلوا على هذه الخلطة بهذا الشكل. وطريقة الاستعمال سهلة جدا وبسيطة. بعد تنظيف منطقة الإبطين وتنشيفهما جيدا، توضع هذه الخلطة عليهما بهذا الشكل. سوف أحاول أن أريكم على يدي. توضع الخلطة بهذا الشكل على الإبطين، وأينما وجد السواد في الإبطين بهذا الشكل، وتقومون بفرك منطقة الإبطين. ضروري هذه العملية بهذا الشكل. تفركون منطقة الإبطين جيدا
مدة 5 دقائق بأصابع اليد طبعا، وبعد وتتركونها طبعا بعدما تقوم بالفرك مدة 10 دقائق. بعد ذلك تغسلون الإبطين بالماء البارد، وأي غسول لديكم أو منظف تستعملونه طبعا فقط لإزالة الإصفرار الذي يبقى من الكركم، وسوف تلحظون نتائج مذهلة، تفتيح وإزالة كل الإسمرار والتصبغات في الإبطين. فعلا هذه الوصفة سوف تعجبكم لأنها سوف تعطيكم نتائج جيدة. طبعا الكركم معروف جدا في تفتيح وتبييض البشرة، ما عليكم سوى استعماله. حتى السكر فهو يقوم بعمل تقشير لكل الخلايا الميتة التي تجمع كل تلك البكتيريا في الإبطين. داوموا على هذه الوصفة حتى تحصلوا على تفتيح مضاعف، وأيضا يجب إزالة الشعر من تلك المنطقة لأن الشعر يجعل البكتيريا تتكون وتتعفن وبالتالي تعطي الإسمرار. إذا كانت هذه وصفة اليوم لإزالة السواد من الإبطين، أتمنى أن تعجبكم وأن يعجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك للتشجيع، وعملوا شير وانشروا رابط الفيديو مع صديقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.